مرحبا اخواني واخواتي من مستمعي ومستمعات قناة اللحظة معكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الصندوق الابيض تحدث اليكم الان في امر مهم جدا وهو الخلط بين الحسم والحزم في تنفيذ القوانين وبعد صدور القرارات وبين صدور القرارات نفسها لأن هذا الخلط وصل إلى العامة وأصبح الفهم في فكرة بثتها الدعاية الغربية تتحدث عن شيء اسمه ديكتاتورية النظام العراقي في مرحلة ما قبل عام 2003 وهنا انا لا اريد ان ادخل في متاهات الدفاع عن نظام والهجوم على نظام اخر، لان هذا ليس اساسا من اهداف اهدافنا عندما وضعنا الخطه لموضوع او لبرنامج الصندوق الابيض، وانما كنا نريد ان نبين كيف كانت تسير الدوله العراقيه وما هي طرق ادارتها. بوزاراتها وقطاعاتها ومديرياتها العامه وهيئاتها ومؤسساتها المختلفه. ليس فقط من اجل المقارنه وهي مهمه مع ما يحدث اليوم وانما ايضا وهذا هو الاهم ان نقول لكل ابناء الاجيال الحاليه ان العراقيين باستطاعتهم ان يحكموا بلدهم بطريقه احسن بكثير وبطريقه لا يمكن مقارنتها مع ما يحدث اليوم. الدولة العراقية والنظام العراقي كان عندما يعمل ياخذ في قراراته راي المختصين وما كان هذا النظام يتحرك بطريقة مفردة او فردية. ويصدر قرارات فرديه لانه السيستم النظام ما كان يسمح بذلك وليس لانه شخص ما كان يريد يسمح بذلك. وراح اشرح لكم حاله حصلت في عام 1990 عشيه غزو الكويت بفتره قصيره جدا. لقد تم تكليف النائب رئيس مجلس قياده الثوره المرحوم الاستاذ عزه ابراهيم بتراس لجنه لكتابه دستور عراقي دائم جديد ولقد تم تكليف الاستاذ المرحوم طارق عزيز بتراس لجنتين احداها خاصه باصدار قانون الصحافه والاخرى خاصه باصدار قانون الاحزاب هذا هذه اللجان عملت مباشره بعد انتهاء الحرب العراقيه الايرانيه وكان المقصود منها ان يصلون بعد فتره سنتين من آه من ذلك التاريخ الى مرحله مستقره في العمل السياسي والصحفي والبرلماني. وعندما انهت اللجان وطبعا بدات اللجنه الاولى اللجنه الخاصه بالدستور بدات بدات عملها من من وزاره من كوادر وزاره العدل ومجلس شورى الدوله في 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 محاولة دمج قرارات مجلس قادة الثورة وإلغاء بعضها التي يعني لم لم تعد مثلا مطلوبة أو أو عاملة مثل قرار مجلس الثورة بإنشاء محكمة الثورة محكمة الثورة لم تعد موجودة وأوقفت ولذلك هناك قرارات كثيرة الحقيقة ينبغي أن يتم مراجعتها والقرارات التي التي لها لها دخل بالقوانين التي لا زالت فاعله هذه لازم تصير جزءا من القوانين في الدستور الجديد. وصلنا الى مرحله يمكن في شهر 7 25 او 27 7 1990 يعني قبل ايام الدخول العراقي الكويت. وجاءت هذه اللجان الثلاثه لتجتمع في اجتماع شامل مع الرئيس وحضر الاجتماع الكثير من المختصين ومستشاري الرئيس وعندما صار الحديث بدا الموضوع بالحديث عن موضوع القوانين او موضوع الدستور ولكن ما أخذ هذا الموضوع نقاش كثير لأن المختصون قد سبقوا بالعمل في هذا الموضوع حتى وصل النقاش إلى منطقة مناقشة صلاحيات الرئيس وكانت هناك صلاحيات كثيرة قد أُعطيت إلى الرئيس العراقي ماخوذه من القوانين الحاليه التي كانت سائده في ذلك الوقت وايضا ماخوذه من قرارات مجلس الثوره فهناك صلاحيات كبيره للرئيس هنا رفع يده المستشار صادق شعبان وهو كان شخصيه اداريه معروفه في الدوله اصبح مدير عام في اكثر من مديريه عامه و وهيئه ومؤسسه ثم اصبح مستشارا في الرئاسه وطلب الحديث وقال سيد الرئيس ان الصلاحيات المنوطه بك اليوم قد تكون ملائمه لحضرتك باعتبار ان حضرتك صدام حسين التي الذي يعني عنده رؤيه لكل الدوله ويستطيع ان يعني يعمل مع كل الوزارات وكل القطاعات وبطريقه مستمره هذا قد يكون الان صحيحا لكن هذه حياه وسوف ياتي رئيس جديد في اي وقت من الاوقات الاخرى وقد لا يكون ذلك صحيحا ان نعطى كل هذه الصلاحيات للرئيس لذلك انا ارى انه من الان عندما نعمل دستور دائم للبلاد ان نقلل من صلاحيات الرئيس. طلب الرئيس من الاخرين ان يبدون رايهم. ابدل البعض رايهم رايه وكانت الاغلبيه تذهب باتجاه اعطاء الرئيس صدام حسين صلاحيات كبيره. والبعض ايد بشكل او باخر مقترح المستشار صادق شعبان. هنا تدخل الرئيس شخصيا وقال انا مع مقترح الاستاذ صادق شعبان واطلب من اللجنه التي قامت باعداد الدستور ان تاخذ بنظر الاعتبار كل ما ذكره الاستاذ صادق شعبان وتعيد النظر في موضوع اعطاء الصلاحيات الكامله للرئيس هذا للرد على بعض من يقول ان هناك كان انفراد في اتخاذ الراي لم يكن هناك انفراد في اتخاذ الراي ابدا ولكن بعد ان يتخذ الراي اولا يدافع المجموع الذين اتخذوا الراي عن عن, عن الراي الذي اتفقوا عليه حتى لو كان هناك شخص مخالف وتنبر الدوله ومؤسساتها وكل العاملين فيها لتنفيذ ذلك القرار مهما كانت الخلافات حول هذا القرار قبل اتخاذه. هذا هكذا كانت الدوله العراقيه تعمل لكن طبعا هذه اروقه دائما هي اروقه سريه للدوله يعني مو مو معلونه مو مو معلنه مو مكشوفه للجميع ويبدو ان الوقت قد حان لكشف الكثير منها لانها تمثل اساسيات عمل دولة العراق ونظام العراق في مرحلة ما قبل الاحتلال في عام 2003. اشكركم لحسن استماعكم ونلتقيكم مرة اخرى قريبا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصندوق الابيض.